بتتشال مع الطبقة السمراء حاجة كده تحفة، حاجة خيال. بمجرد ما هتشدي هتلاقي السواد بيتسلخ معاكي، الشعر بيتشال بسهولة جدا من الجذور، الطبقة السمراء مهما كانت سودة هتتشال تماما، هتنوري في العيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بإخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة هعمل معاكم وصفة حلوة قوي قوي، ماسك روعة هيشلك الشعر الزايد من الجذور، هيشلك الطبقة السمراء تماما، هيفتح بشرتك من اول استخدام. اي رؤوس سودة، اي شعر زايد، اي شعر في وجهك او في جسمك هيشيله. الوصفة فظيعة للوجه يا بنات، لانها بتفتح جدا وبتشيل الشعر. مش بس كده، انا هعمل معاكي كريم حلو قوي للتفتيح، بمجرد ما هتدهنيه على وجهك هيخلي بشرتك فاتحة جدا من غير ما تحتاجي انك تحطي ميك اب خالص. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. دلوقتي حبايب قلبي هنعمل مع بعض الماسك اللي هيشيل الشعر من الجذور وهيفتح البشرة جدا. هو مش بس كده، هو بيشيل الرؤوس السوداء، وزي ما قلت هي كمان هيورد بشرتك وهيخليها لونها وردي. معايا هنا اول مكون وهو الكركديه او الكركرات، ولو ليه اسامي تانية. طبعا الكركديه احنا عندنا في مصر معروف جدا، لو ليه اسامي تانية برضو يا بنات اكتبوا في الكومنتات، وبرضو هقولك البديل ليه لو مش متوفر في بلدك او مش قادرة تجيبيه. بس الكركديه من الحاجات اللي بتفتح جدا، وكمان من الحاجات اللي بتورد البشرة، بتخليها لونها وردي كده جميل. هناخد معلقة واحدة بس صغيرة من الكركديه، معلقة كبيرة اسفة من الكركديه، وهبدأ ان انا اجيب مية من الكتل تكون مغلية، وهبدأ انزل. ادي واحد اتنين تلاتة، تلات معالق صغير كبار من من المية المغلية على الكركديه بتاعي، تمام. وهبدأ ان انا اسيب الكركديه بتاعي ده لمدة 5 دقايق لحد ما يطلع كل اللون بتاعه الاحمر ده ويتنقع كويس قوي في المية المغلية. هو مش هياخد اكتر من 3 4 5 دقايق بالكتير، وبعد كده هقولك الخطوة التانية هنعمل ايه. خلاص احنا نقعناهم اهوت، بعد كده هبدأ ان انا اخد طبق تاني، وهبدأ ان انا اصفي المية، بس شوية المية اللي انا نقعت فيهم شوية الكركديه بتاعي ده، تمام. طيب مية بديل الكركديه ايه؟ بديل الكركديه هقولك عليه في اخر الفيديو، ولو ما قلتش يبقى هكتبلك في الكومنتات، اسأليني في الكومنتات وهقولك بديله ايه. بس طبعا لو تقدري تجيبيه هو الاساسي معايا وهو المهم، لانه بيورد وبيفتح وبيشيل الطبقة السمراء. حد اجيب لبن مجفف او حليب نيدو مجفف؟ حليب مجفف، وهبدأ ان انا اخد، او لبن بودرة، وهبدا ان انا اخد واجيب معلقه كبيره من اللبن البودره، وهبدا ان انا اقلبهم كويس قوي معايا، لان الحليب يا بنات او اللبن بيفتح جدا، احنا عايزين تفتيح وعايزين ازاله للشعر. طيب خلطناهم بالشكل ده مع بعض، هبدا ان انا احط عليهم معلقه كبيره من الجيلاتين، معلقه كبيره من الجيلاتين يا بنات، وطبعا ده بنجيبه من عند العطار، وهبدأ ان انا اقلبهم كويس قوي مع بعض لحد ما احس ان القوام معايا بقى كريمي خالص. دي الخطوة الاولى. وفي طريقة برضو حلوة قوي، لو انت مش متوفر عندك الجيلاتين هقولك على طريقة حلوة قوي هتديكي نفس مفعول الجيلاتين في ازالة الشعر بدون اي طرق تقليدية، هقولك برضو عليها في اخر الفيديو. هبدأ ان انا انزل عليهم بشوية بسيطة خالص من المية المغلية، يعني حوالي نص معلقة كده صغيرة، اي نص معلقة كده صغيرة او معلقة صغيرة. ليه يا مية؟ علشان نخلي القوام معايا يبقى سايل، والمية المغلية هتغنينا ان احنا بدل ما نحطه على حمام بخار او نحطه على الميكرويف، الطريقة دي سهلة جدا جدا. بعد ما قلبناهم بالشكل ده والقوام معايا بقى سايل خالص، هبدأ ان انا اجيب الفرشة بتاعتي وهبدأ ان انا ادهن الكريم ده كويس قوي كده. ويفضل ان انت تدهنيه
كمان في رقبتك وفي ايديكي. ليه؟ علشان ده بيفتح وبيشيل كمان الشعر الزايد، واحلى حاجه فيه ان هو بيشلك الشعر من الجذور وبيفتح جدا. بعد ما هتدهنيه بالشكل ده هتبداي ان انت تسيبيه لمده 20 دقيقه او نص ساعه في مكان متهوي، يعني تحت مروحه او تكييف، علشان ينشف معاكي بسرعه. طيب يا مايا، انا ما عنديش كركديه او مش عارفه احصل عليه، هتستبدلي الكركديه بمعلقه من القهوه وهتحطي عليها ميه تكون سخنه. طيب يا مايا، انا ما عنديش جيلاتين او مش هقدر استخدم طريقه الجيلاتين، هقول لك برده. بس بعد ما المكونات دي هتنشف معاكي هتبداي تسحبيها زي ما وريتك في اول الفيديو عكس اتجاه الشعر، وهتسحبيها هتلاقيها هي عملت طبقه جلد كده، هتبداي انك تسحبيها هتلاقي تفتيح فظيع. طب يا مايا، وصفه الجيلاتين مش هقدر ان انا اعملها، او مش هقدر اجيب جيلاتين، اعمل ايه؟ بصي يا حبيبه قلبي، هقول لك دلوقتي طريقه حلوه جدا جدا هتديكي نفس مفعول الجيلاتين وبتشيل الشعر من الجذور، وسهله جدا عند الجميع. كل اللي انت هتعمليه حبيبه قلبي، هتجيبي معلقتين كبار من الرز، عارفه الرز العادي، هتجيبيه وهتحطيهم، وبعدين هتحطي عليهم كوبايه ميه وهتبداي ان انت تسلقيه. هتسلقي الرز لحد ما تحسي ان الرز عجن منك واستوى قوي، والميه بتاعته يعني تقريبا بدات تنشف خالص. بعد ما هتحسي ان هو طري معاكي قوي وميته بدات تنشف خالص، هتبداي ان انت تخليه لما يبرد، وبعد كده هتبداي تاخدي المطحنه او الخلاط بتاعك وتبداي تخرطيه كويس قوي. هتلاقيه تقل معاكي قوي وعمل لزج، بقى لزج جدا. هتبداي تحطي عليه معلقه من النشا ومعلقه من الكركم او القهوه، يا اما كركم يا اما قهوه، وهتبداي تخلطيهم على بعض كويس قوي وهتدهنيهم بنفس الطريقه دي، وهتسيبيهم برضو 20 دقيقه ينشفوا. بعد كده هتبداي ان انت يا اما هو برضو هيعمل برضو نفس الطبقه، هتبداي تشيليه بالطريقه دي، يا اما هتبداي تفركيه عكس اتجاه الشعر، بيفتح برضو جدا وبيشيل السواد وبيشيل الشعر من الجذور. تمام. ولو برضو عايزه طريقه الرز لازاله الشعر بديل للجيلاتين، انا كنت عامله عنها فيديو في القناه بتاعتي، ممكن تكتبي لي لو انت محتاجاها اكتبي لي في الكومنتات وانا هحطها لك في الرد، وهحط لك رابط الفيديو علشان برضو لو انت عايزه تتفرجي على الوصفه اللي انا قايله لك عليها دلوقتي عملي. تمام، اديني قلت لكم اهو، يا اما دي يا اما دي. طيب الطريقه بتاعتي بقى بتاعت الكريم او الدهان اللي احنا هندهنه قبل ما ننام، ده بيفتح جدا، بينعم البشره، بيشد الوجه، بيشيل لك الهالات السوداء، وكمان بيشيل لو عندك اثار حبوب او عندك اثار نمش في بشرتك او بقع، وبيخلي البشره نضره جدا جدا يا بنات. هبدا اخد نص معلقه كبيره، وطبعا بتقدري ان انت تكتري الكميه دي، انا بعملها لك حاجه تجريبيه، ممكن تكتري الكميه دي وتبداي ان انت تستخدميها وتحطيها في علبه عندك. وهتبداي تجيبي معاكي هنا كريم بنسينول، اشتريه من الصيدليه. هتبداي تاخدي من كريم بنسينول معلقه صغيره، وهتبداي ان انت تخلطيهم بالنشا بتاعك بالشكل ده، وهننزل عليهم بمعلقه من زيت الزيتون، وممكن تستبدلي زيت الزيتون بزيت جوز الهند او زيت اللوز المر، وهنبدا ان احنا نقلبهم كويس قوي لحد ما نحس ان القوام معايا بقى كريمي خالص. تمام، فظيع يا بنات، فظيع للنضاره، فظيع للتفتيح، فظيع للترطيب. البنات اللي عندها مشكله وبشرتها دهنيه ما تحطيش زيت زيتون، استكفي بس بالنشا والبنسينول فقط، الاثنين برضو بيفتحوا قوي، بس احنا حطينا زيت زيتون علشان يرطب البشره وينعمها ويخليها دايما رطبه، لان اكتر حاجه بتفيد البشره الترطيب. هتبداي تاخدي منه وهتيجي كده بالليل وهتبداي ان انت تدهنيه على وجهك كويس قوي بشكل دائري كده، وتدهنيه على وجهك وعلى رقبتك وعلى ايديكي لو فيها تجاعيد او فيها اسمرار، هتبداي تدهنيه بالليل، وافضل طبعا بالليل علشان البشره بتمتص اي كريم وبتكون مهيئه جدا بالليل، وكمان بتقدري بالليل انك تحطيه في ايه الوقت اطول، وكمان البشره بتكون نظيفه وعوامل الجو ما بتلقطش الكريم. عشان كده انا بقول لك الافضل انك تدهنيه بالليل وتنامي، هو مش هيلزق بشرتك خالص، هو بيمتص البشره بسرعه. بصي
امتص البشره بسرعه، بيمتص جدا. والصبح اغسلي بشرتك عادي جدا، كرري الموضوع ده بجد تحفه، استخدميه يوميا. والوصفه دي استخدميها يوم واحد في الاسبوع، مش هتحتاجي تشيلي الشعر تاني بالطرق التقليديه، لان الوصفه دي افضل بكتير لانها بتفتح كمان. ويا رب اكون قدرت افيدكم. اشوفكم على خير حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.